وحدهم هي اللي عندي انا يا اهم حاجه. السلام عليكم ورحمه الله. متابعي قناه سو تي في، حنا كنتوز اليوم بدار المكناس واحد القضيه ديال ما يدعى بالورثه الاخوات. اليوم السيده غتشرح لنا اشنو واقع بالضبط. حنا اليوم جينا هذه الدار، انتم كتشوفوا السيده هي غتعاود لنا اشنو واقع بالضبط. نكون في نزاع عائلي المده هذه. لا عاودي لنا، عاودي لنا شنو واقع. شريف عاودي لنا شنو واقع، شنو هو شنو المشكل عندكم؟ السلام عليكم. كنطلب منكم، كنطلب من الله ومن المسؤولين ومن جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله المشكلة ديالي. المشكلة ديالي هذه تقريبا 15 سنة أو أكثر وأنا كنعاني من هذا المشكل. المشكل مع الأخت ديالنا الكبيرة، الأخت اللي مدينا لها يد المساعدة باش أنها قالت لك عيد جيت تكون لغاية ما تدبر على راسها والله يعاونها. العقار اللي كتشوفوه هو ديال الجدة ديالنا، راه سبق درت فيديو وسبقت هي درت فيديو لأن ما خلت ما قالت فينا. كنطلب من الله ومن المسؤولين لأن ما نكذبش عليكم، عييت 18 سنة وأنا في العذاب مع هاد الأخت، ما عرفتش أشنو بغات. والأهم حاجة ليا هي الوالدة ديالي، الوالدة ديالي اللي طريحة في الفراش معاقة ذهنيا مكفوفة ما كتنوضش، إلا ما عطيتها الشرب ما تشربش. هل الوالدة ديالي هي هاد السيدة؟ هاهي السيدة، هاهي الناس المحسنين هما اللي كيساعدوني بالليكوش بالمساعدة مادية معنوية بالمأكل. ما يعني أنا مخداماش، أنا مقابلها. أنتم كتشوفوا الحالة. هاد الأخت الدار ديالنا، الدار ديال الجدة ديالنا، العقار ديال الوالدين ديالنا، الأم ديال هاد الأم ديالي اللي هي جدانا، والدار ديال راجل جدانا. هاد السيده جات من دار بيضاء جرى عليها من الدار قالت لك بغات هي اللي غير تقر اللي غير ما تدبر على راسها. جات هزات الجده ديالنا داتها دارت ليها كفاله مدات على بياض قالت لك دارت واحد التنازل. هاد التنازل لا علاقه به، يعني در مكناس ما فيش تنازل لان مسؤولين على راسنا ومسؤولين. هاد السيده ملي قلنا ملي جا الخال ديالي وقال لها بنت اختي يمكن انك دابا الجدة يعني توفات دبري على راسك. قالت ليه انا الجدة كتبت ليا، علاش غتكتب لك هاد الجدة؟ انت ما هزاهاش، انت ما قايماش بها لا بها ولا بامك، علاش غتهز؟ علاش غتكتب ليك؟ واش عندها ولدها اللي كان كيجي يعطيها كل شهر مادي يعني يعطيها الفلوس؟ كاينه اختي اللي خدامه في قهوه في نادله كتخدم، راك كتعرفوا الناس اللي كيسربيو شحال كيجيبو. خدامه خدمت في تونس، خدمت في الجفاف، خدمه خلت في الخدمه، هي اللي هزاني وهزها هاد الام ديالي اللي كتشوفوا فيها. هاد السيده ما عمرها ما عرفت ام واحد حتى بحق ديال دانون، وانا كنقول لكم هاد الشيء ربي شاهد عليا. هاد السيده اللي بغيت نفهم هي انا بغات تشد ديور عباد الله بالظلم، يعني بغات تخرج الام ديالها. هانتوما كتشوفوا الحاله اللي معيشه فيها الام ومعيشه فيها الخواتات، هذه 16 سنه وانا وياها في المحاكم. انتم كتشوفوا الحاله كي دايره اليوم، كاينه الشتا وشوفوا حالتي هزه حوايجي. شوفوا الام فين دايره، في بلاصه اللي ما كتقدرش. هاد السيده عندها الزوج ديالها هو اللي كيحرضها. انا كنعرف انسانه مزوجه يمكن تهز راسها وتمشي تقلب على راسها. انا بقيت مع امي من الصغر ديالي، وانا مقابله الجده ديالي اللي توفات ومقابله الام ديالي.
واش هاد السيده دابا اللي بحال هكا ما عطيتيها كاس تاع الماء، واش ممكن؟ واش ممكن انا نخرج نخدم ونخلي هاد الام ديالي؟ اه الناس هما اللي كيساعدوني، لا في الاعياد ولا في خلاهم ولا في المناسبات ولا في ليكوش ولا في الماكله، اختي خدامه كنادره، اشنو غتجيب؟ وبالاخص في هاد الايام ديال الكورونا. اه انا مع هاد السيده في المحاكم هذه 18 سنه وحنا بحال هاد المشكل، يعني ملف كنحطه في المحكمه كنعرفش، كنطلب من المسؤولين، انا ما كنعرفش هاد الملفات اللي كنحط كيقول لك تحت الحفظ تحت الحفظ مع هاد الارض. انا عندي شهاد، عندي جيران شاهدين، عندي شهاد كيشهدوا ليا، عندي جميع الاوراق ديالي كتثبت بان هاد السيده ما عندها حتى شي حق في هاد الدار. الا عندها شي حق عندها بحال خواتاتها، اما انا باش غادي تشد الدار كامله وتلوح خواتاتها وتلوح الام ديالها فراه عيب، فراه عيب. انا كنقول لها وهي راه كتسمع دابا، انا كنقول لها هاد الشيء اللي كديري فيه انت والزوج ديالك راه عيب. كيفاش انني كنحل الباب كنلقاه واقف ليا فم الباب؟ ها انت كتشوف، لا لا خليك هنا، كتلقاه واقف بحال هكا. كيفاش انني كنبغي خويا ندخل الطواليط كنلقاه واقف ليا فم باب الطواليط، كنبغي ندير اي العجبان عندي فم باب البيت، يعني في واحد الحاله يرثى لها. علاش انت كتشوف في الكياطه اللي دايرين؟ غتخرج غتصور كلشي. هاد السيده اش عندها بالحق في هاد العقار؟ ملي طلبناها قلنا لها شوفي هاد الدار ماشي ديالك، هاد الدار ديال الام ديالك، خلاتها ما غتبقى فيها لين ما مات. الا كتسالي شي حاجه مع خواتاتك اهلا وسهلا، اما باش ما كباش ياخديها وتمشات مشات للخيريه ورداتها في سميتها بدون اذن ديالنا حنا، والدار كانت في سميت راجل جدانا، وقالت لك جدانا هي اللي كتبت ليها، باي حق الجده غادي تكتب ليها هي؟ والدار في سميت راجل جدانا، في سميت رقيق حمادي اللي هو راجل جدانا، ومنين غدوز لها الجده باش غتكتبها ليها هي؟ وعلاش غتكتبها لك؟ وكاتبه في هذاك التنازل بانني انا غادي نهز امي ونهز خواتاتي لين ما مات. هادشي ما دايره فيه والو، حنا ما قلناش لا تهزنا، احنا قلنا كنطالبوا الحق ديالنا. هذاك التنازل مزور يعني مضات المراه على بياض. من بعد تقريبا 11 سنه او 12 سنه مشيتي لعند الخيريه ودرتي الطباطه في سميتك ودرتي الدار في سميتك، يعني نتوما اشنو كتعنيو بهذا الشيء؟ يعني الله يعاوننا ويعاونكم. شكون الام اللي ما كتعرفهاش بشربات الماء؟ قالت في واحد الفيديو هي دارته بان حنا سادين على امها، امها كانت كتشوف، امها كانت كتمشي على رجليها، امها كتكون بحال كشتوك هي هنا في هاد البلاصه وما كتعرفهاش، امها كتدخل عندها وكتجري عليها وكتقول لي حاشاكم وحاشا طراب وجهكم ديري لها السلسله وخليها عندك. دابا ملي ولات امها في هاد الحاله عاد ولات كتقول لك ما خلاوناش نشوف امي، كي غادي نديرو لهاد المك تي غتشوفيها؟ انت امك 18 عام هادي وما عارفاهاش، كتقولي بانها راه ميته. بالعكس حنا نهزوها فوق راسنا. اسمح لي يا خويا نقول لك انا مع هاد السيده في المحاكم دابا. درتو الشكايه عند السيد وكيل الملك كتبو في المحاكم؟ اه درتو الشكايه لوكيل الملك؟ اه انا دابا اسمع لي بارك الله فيك، انا دايره الشكايه لوكيل الملك، داروها في الحفظ خرجتها ردها في حيط حاليا. دابا كاينه عندي جلسه في المحكمه ودايره محاميه داروها لي على الناس المحسنين هما اللي خلصوها، لكن انا ما عارفاش شنو خرج شنو كاين. انا دابا كنطلب من الله ومن جلاله الملك يشوف الحاله ديال ماشي ديالي، يشوف الحاله ديال هاد السيده مع بنتها. هاد البنت عندها اللي خصها تكون تراعيها، انا هي الصغيره وهي الكبيره، حق عليها هي اللي تهزني وتهز امها. دابا حاليا نتوما داخلين هو واقف عليا، علاش واقف؟ اشنو بغى؟ ياك هو في المحل ديالو يبقى في المحل ديالو،
علاش فين ما نحل الباب انا كتجيو كتصدق كيسد عليا الباب علاش؟ والبارح دخل عليا الماء علاش؟ لانه كيسدو حاجتكم قادوس باش يدخل باش يضبلعني يدخلوا عليا الماء. في 8 ديال الليل جايه اختي من الخدمه ولقات الماء مضروب عليا. هاد الناس اشنو بغاو؟ ما تراعيش ليا انا راعي لامك، ما تراعيش لخواتاتك، راعي لامك. علاش غتكتب لك هاد المراه هاد التنازل؟ علاش غتهزي خواتاتك؟ واش خواتاتك باقيين صغار؟ راه في الوقت فاش درتي داك التنازل راه الصغيره كان في عمرها 37 سنه، يعني كانت غايبه لتونس خدامه على راسها، يعني هي كتجيب المصروف تعطيه ليك. الوقت اللي خدمه اللي تكتب داك التنازل كانت الاخت ديالي في تونس وجابت المصروف وصيرته عليهم. واش كاينه شي وحده في عمرها 37 سنه ولا 40 سنه غتهز؟ راه ما يمكنش، راه ماشي دريه صغيره، ماشي في عمرها 10 سنين او 11 سنه، راه كانت في عمرها 37 سنه. اش غتهزي فيها؟ اش غتهزي في خواتاتك؟ هاد الحاله اللي كتشوفوا فيها راني عايشه فيها 18 سنه دابا. شنو كطالب هاد السيده؟ شنو بغات؟ قالت لي انا بغيت نخرج، عطيني 6 المليون ونخرج ليك. اش غنعطيك 6 المليون؟ علاش؟ اش غنعطيك 6 المليون؟ هاد السيده اللي كتشوفوا فيها دابا كتهضر معاكم، راني عمري ضيعته هنا في الدار. راني من نهار عقلت على راسي وجده هنا، انا من نهار عقلت على راسي وجده جابتني لهاد الدار، وانا فيها درك بقيت مع الوالده ديالي ومع الجده ديالنا. واش ممكن اني نخرج للشارع وهي تبقى لي راجلة؟ هذا راه ماشي حق. انا راه كنطلب من الله ومن المسؤولين وكنغوت وكنقول انا بغيتكم تشوفوا الملفات ديالي شنو فيهم، لان جميع الاوراق ديالي مضبوطين وحاليا دايره محاميه. وكنطلب من جلالة الملك وكنطلب من العالم كله يشوف هاد المشكل ديالي، انني انا راه ما حيلت العم ديالي ما حيلت لهم هما. انا ملي وقف عليا الزوج ديالها قدام باب البيت اشنو هو دخلو؟ انا بين بينه وبين الاخت هو مالو؟ انا كنقولها وكنعاودها، راه الا وقعت شي جريمه ليا ولا الام ديالي ولا الاخت ديالي راه هو المسؤول، لانه هو اللي كيحرضها. وانا هادشي كنقول فيه علانيه، لان دار الفيديو الاول ودار الفيديو الثاني ودار الفيديو الثالث وما بغاش يحشم. هاد السيد كان طلب منه قدام المسؤولين دخلت قراتو، والا وقعت شي جريمه راه كنحملها ليه. كيف تسمى متابعي قناة شوف تي في، السيدة هذه اللي كتهم الأخت ديالها اللي هي كبر منها، حنا غادي نشوفو غادي نشوفو الرأي الآخر. صورتي خويا كلشي كيف كتشوفو معنا هنا فين كتشوفو بالأخص، شوف بالأخص الأم ديالي. لا بلاش أنا نصورها بلا نحيد ليها على وجهها باش تشوف. هاد المرا مسكينة اللي دابا بحال هاكا، شحال في عمرها دابا؟ عمرها تقريبا 84 سنة، مكفوفة عمرها 84 سنة مكفوفة، مريضة عقلانية أكثر من 45 سنة. المهم إلا ما عطيتيها الشاكل ما تاكلش، كنخرج نجيب لها ما تاكل بالزربة ونغسل عليها ونمشي. كيفاش غندير مع هاد الأم ديالي وهاد الأخت ديالي لهاد الحالة؟ الأخت ديالي كتبقى من 8 من 8 الصباح حتى خلاهم ولا حتى العشرة عاد كتجي حالتها، لان انا رجليها ما تلاش قدرت توقف بيها، وهي والزوج ديالها كيصبحوا ناعسين ويضلوا ناعسين ما عندهم ما يدار. انا كنطلب من المسؤولين ومن جلالة الملك نصره الله ياخذ لي حقي من هاد الاخت ديالي. جميع الملفات راكم فاهمين اش كيوقع اليوم. عطيني شي رقم ديال التليفون ديالك. شحال رقم التليفون ديالك؟ ها التليفون ديالك؟ بغيتي الرقم؟ صفر سبعة صفر ستة 78
زود وسبعين صفر سبعة ثلاثة وثلاثين. أنا كنركز على الأم، كنطلب يديروا حق لهاد المرأة، يديروا حق لهاد المرأة، يديروا حق لهاد المرأة. نتي كتقول لك هي بأنها مريضة وعندها مرض ديال السرطان، الله يشافيك. حنا ما كنبغيوش لك شي حاجة خايبة، ولكن ديري الحق لراسك. واش باغا تلحق خواتاتك للشارع وتسكني راجلك؟ اه بأي حق هو يوقف عليا ويقول الدار ديالي؟ منين جاتو الدار ديالو؟ اه واش خواتاتي في الشارع كاينة واحد الأخت ديالي جات من ليبيا هي وبنتها راه في الزنقة، ملي كتلقى الفلوس كتكري، ملي ما كتلقاش كتكون عند عباد الله. حق عليها تراعي أمها، وهما دابا خشيم خشيين هي وياه. انا باغا الاخت ديالي تجي تكون تاهي في المحل ديالها وتكون تطرحي امها. واش الاخت ديالي في الشارع هو مخشي؟ هو راجل يقلب على راسو. انا كنت بحال نخرج ولو بيت، ولو بيت، ولو نص بيت. انت كتشوف بيت 18 عام دابا هذوك هنا، هاد البيت كانوا فيه خمسة الناس، خمسة الناس. يعني الاخت ديالي، الاخت ديالي هذه اللي خدامه من القوت صداع من القط، ملي كيشوفوها داخله كيبداو في النزاعات، كيبداو يوقف عليها. ما معنى اشنو هو داك كيتسمى؟ كيتسمى عنف. ملي كتم جايه داخله من الخدمه وكيوقف عليها، ما معناه؟ اه سمحات ولات كتمشي تبات عند صحاباتها، وخرجت فيها فيديوهات، وراه حنا درنا الشكاية عند وكيل الملك. هاد السيده دار مكنات كله كيعرفها. الا كانت هاد السيده ولا انا فيها شي حاجه ديال الغش، راسي عريان. حسبي الله ونعم الوكيل على هاد الناس، حسبي الله ونعم الوكيل. والكلمه الاخيره اللي كنقول للمسؤولين هي انهم يشوفوا الملف ديالي بعين الاعتبار. وهاد الشيء اللي كتقول هاد السيده كله في الملفات ديالها كله كذب، كله زور. يمكن لهم يخرجوا ليا بحث، انا كنطلب بحث يدخل للدار. وتاني مرة كنقولها، إلا فتحت وقعت شي جريمة كنحمل عايلة يزيد إبراهيم، كنحملو المسؤولية. إلا وقعت لي، وقعت لأمي، وقعت لختي، كنحملو المسؤولية. شكرا مسبقا على شوك تي في، كيف سمعنا من مدينة المحمدية. شكرا إلى